السلام عليكم حبيباتي، اهلا بكم، مرحبا بكم على قناتكم غصة ليلي. ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله الفيديو يلقاكم هني بصحه وبسلامه ان شاء الله. فوالا حبيباتي، جيتكم بروتين صباحي تقاسم معكم هذه الصباحيه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، يعني الفيديو يعجبكم. قبل ما نشوفوا الفيديو تاعنا، الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالا البنات، كما العاده والعوايد، كما عودتكم روتين صباحي كما كنتو تشوفوا. راني خويت كاع المواعين اللي غسلتهم البارح في الليل. كوزينة صبحت نقية، راكم عارفين نضم كاع الناس غسلوا معايا في الليل. مشينا عمرت المشينة البارح، بصح لي بلاك ما درتهمش، عييت قلت معليش، يعني ما كانش مسخين بزاف غير شويه. قلت غدوة الصباح نديرهم، قلت لحظة ندير فيهم. هذه هي البنات، البنات هاد ليامات عندي 2-3 جوغ ما بنتش، كنت مريضة ومازلت مريضة. مريضة ستادير يعني ظهري راه كتاني البنات، ظهري راه ضاني بزاف بزاف. سورتو الويكاند هذا جيتي كوانسي، ما قدرتش كاع نوض. بغيت نديكم فيديو، بغيت نصور. الله غالب عاد اليوم صبحت شوية مريحة، أي قلت ندير فيها فيديو البنات. هذه هي البنات كانوا يسقسوا عليا وكاع، ربي يخليكم. وكما قلت لكم كما عودتكم راني معاكم ان شاء الله، يعني كما عودتكم غسلت ليلي روتينات كما العاده والعوايد. غير هاد اليومات مرات بزاف، مازالني مريضه والله البنات. باش نوض الصباح حتى درت شربت الانتي انفلاماتوار عاد باش شويه الحمد لله من ظهري دارنيه. يعني كي كنت مشى وندور كما هكا صافا، بصح كي نجمع ولا نكون مكسله ونوض شي نوضني. الوغ ديت رونديفو مع الكوتش تاعي اللي كنت ندير معاه من 2018 حتى 2020، ومن بعد حبست السبور البنات. كما قلت لكم نقصت انا 50 كيلو ابخي من حبست، ما ماتت وكاع جو ابخي كاع بخاس لو بوا. مي معليش الحمد لله، مادام كاين الصحه الحمد لله. الوغ جي كونتاكتي لو كوتش وراح نبدا معاه ان شاء الله لي سيونس هاد ليامات، سيغتو على ظهري البنات، سيغتو على ظهري. هذه هي هنايا كملت الكوزينه كما كنت تشوفوا، ولي زيسكاليي صلحتهم. انا عندي بروبليم على ليزسكالي البنات. اللي يدخل من برا سورتو سمارة، هي تدخل من برا تحط صوالحها في ليزسكالي. هذيك الكابل الكحله هذيك تاع باسكو دير الكاياك، دير كاياك هي كي تجي من القرايه تحطها لي تما، كرطبها تما، عييت نخمل فارق ليزسكالي اللي يجي يحط لي خوذات تاعها تما. فوالا هذه هي. فوالا حبيباتي، وهنايا وصلتني هاد الهديه من عند يوتيوبرز معروفه اللي هي ام تقوى وتوبه. نقول لك ميرسي بوكو، يعني نشكرك بزاف، شكرا على هاد زيت الزيتون. رسلت لي زيت الزيتون، ريحه بلادي هايل بزاف بزاف البنات، رائع. يعني كنت متمنيه نلقى هنا في لوروب زيت الزيتون كيما تاع البلاد، والحمد لله راني لقيتها عند ام تقوى وتوبه. هاي رسلتها البنات، واحد زيت الزيتون رائع هايل بزاف. دوك تشوفوا معايا البنات، جاي كيما نبغي انايا، جاي خضر. يعني انا ما بغيتش داك زيت الزيتون يجي شويه صفر، نبغي خضر ويكون حار شويه البنات، يعني تحسي بهذيك البنه تاع زيت الزيتون. تشوفوا معايا ريحه بلادي، مسميتها ريحه بلادي. فوالا انا درت بها، دوك تشوفوا معايا اغروم بزيت الزيتون، درت به الطاجين. تشوفوا معايا تاني البنات، جا رائع رائع. الوغ البنات، ام تقوى التوبه راهي معروفه، راهي حلت متجر الكتروني سوغ انترنت، يعني كاع الناس راهي تدخل وراهي تشري عليها، يعني تدخلوا في هذاك. دوك نحط لكم اخوات يعني اللي يهمهم الامر، نحط لكم يعني الرابط تاع لو سيت تاعها، عندها سيت سوغ انترنت باش تشرو في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. ويعني والخلاص راح يكون باي بال او بلا كارت بونكير، والتوصيل راح يكون توصيل عند باب الدار ولا في بوان دغولي، يعني في مكتب اللي يكون قريب لداركم، تروحوا تجيبوا الكوري تاعكم من تماك. شوفوا معنا البنات، شوفوا زيت الزيتون كي داير، جاي كيما يبغي خاطري، جاي خضر وجاي بنين، يعني تسبنوا هذيك البنه تاع زيت الزيتون. وبيان سور هاد زيت الزيتون تاع اسبانيا في منطقه مليحه، يعني فيها الحمان وفيها كما قال لك زيت الزيتون هذا من يعني مقطوف ومحصور ومحطين في الجليكا، فريمون رائع. سورتو مع خبز يعني اغروم يكون حامي هايل هايل، سورتو مع الشريطه مع الكسكس يعني، وما ديروه في السلطه تاني، فيه واحد البنه رائعه. الوغ البنات الاخوات اللي يهمهم الامر، نخليكم الرابط تاع لو سيت تاع ام تقوى وتوبه في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. فكليكي سوغ لو ليان هذاك، هذاك الرابط، تدخلوا تدخلوا يعني في السيت هذاك وتكوموندو. كما قلت لكم التوصيل حتى باب الدار ولا في المكتب بوان دغولي، والخلاص غيكون بالكارت بونكار ولا بالباي بال. وانا عجبني بزاف تامل، عجبني راح ندي منه، كنهود ان شاء الله كتب ربي ندي منه يعني جيلي كان البلاد
ونشوف الاخوات لا فامي قال يبغوا يشرو منه. انا عجبني بزاف البنات والله، ما زعما ما كنتش نقرا نلقى زيت الزيتون في اوروبا كما تاع البلاد، فريمون هايل بزاف هذيك البنه تاع زيت الزيتون رائع. شوفوا البنات درت به الخبز الرخصيص او الاغروم. فوالا البنات كما قلت لكم ام التقوى والتوبه راهي معروفه، يعني انسانه ملثقه وراهي عندها هذا المشروع تاعها تاع زيت الزيتون دارته صافي قريب عام، راهي تبيع للناس اللي تشري عليها، انسانه ملثقه كما قلت ما تخافوش راهي معروفه في اليوتيوب وكاع. وفوالا كاع المعلومات راني قلت لكم عليهم، الخلاص توصلكم باب الدار. زيت الزيتون هايل هايل بزاف بناتكم، ما عجبنيش والله ما نهضر عليه، كم تعرفوني انا يا خاطيني هاد لابي بصح هذا عجبني بزاف بزاف. ان شاء الله تدخلوا الرابط اول تعليق مثبت نحطه ولا في صندوق الوصف. ولا حبيباتي يعني قلت كل شيء ما نسيت والو جسبر. فوالا البنات باي حاجه تتصل بام تقوى وتوبه راهي معروفه، وين راح تعطيكم اكثر معلومات. فوالا البنات هنايا جرت بهذا الخبز الرخصيص او اغروم، درت شحال خطا في القناه هنا درت كما شفتوا معايا زوج دو بول تاع خبز خبز تاع السميد مويان لا سمول مويان، ودرت غرفيه سمول فين. فوالا كاين دي الفينه، انا جو بريفير ندير لا سمول فين يعني السميد الرقيق كل فرينه، جيم بار فرينه البنات. درت معاها زيت الزيتون، هذا ما كملش الزيت، زيت الزيتون يعني بغيتها 100% زيت الزيتون. جات فيها واحد البنه اش نقول لكم، درت فيها فاية الربع يعني تحت النص زيت الزيتون، ملح سكر شويه خميره تاع الخبز وخميره تاع الكاطو، وبسست بسست لميتها بالماء، قطعتها كما شفتوا معايا كنت نقطع فيها، قطعتها مليح مليح ودرتها في لابوش وخليتها. راكم تشوفوا فيها البنات راهي تريح، وانايا والملح بيان سور شو الملح بناتها في الخبز. هنايا راح ندير لهم طاجين تاع الكفته، طاجين معروف يعني الجزائري المعروف البنات. هنايا درت شويه تاع زيت الزيتون كما شفتوا، درت حبه بصل هنايا نقلي مليح البصل تاعي. الكفته اللي خدمتها كما العاده نداري نقول لكم يعني شافيها الكفته، شويه قزبر شويه معدنوس الثوم، رابط فيها حبه بصل، درت فيها شويه توابل كمون كركم بابريكا والحرور فلفل اسود، درت فيها لا شابليون حبه بيض وخلطت كل شيء، وشويه لا موطارد ندير فيها موطارد انايا الكفته، ندير فيها ملعقه كبيره تاع موطارد يعني كانت كميه كبيره، نخلط كل شيء وندير دي بولات هكا، نخلي البصل يتقلى ومن بعد ندير الكفته تاعي تقلى مع البصل. هنايا درت الثوم بعد ما البصل تقلى لي شويه مع الكفته، درت الثوم وخليهم يتقلوا كل شيء. هنايا من بعد ما كل شيء تقلى لي البنات، يعني قبل ما ديروا الماء يعني غير ديروا بابريكا وديروا طوماط كونسونطري، روحوا ديروا الماء ديريكتومون، حركوا شويه ديروا الماء باش البابريكا ما تحرقكمش. هنا ندير لا طوماط نحرك شويه كما كنتو تشوفوا، من بعد نجيب الماء ونمرق، نحرك شويه نجيب الماء ونمرق. كما قلت لكم درت في الطاجين تاعنا تاع الطين درت زيت الزيتون وشويه تاع الزيت هذا مكان، وهذاك زيت الزيتون البنات راه شد عجبه بزاف بزاف، قال لي بورتون راكم عارفين هو قبايلي وعجبه بزاف بزاف. راه عندي يعني زيت الزيتون عفوا تما قلتها بزاف الكلمه راهي تلف لي. شفت واه عندنا تاع البنات تاع البلاد وفوالا، وعاود درت هذا فريمون عجبني بزاف. هذه هي البنات حنا كما شفتوا معايا البنات، درت لا طوماط كونسونطري قليتها شويه كما قلت لكم، درت لا بيغو دو طوماط، ما كانتش عندي الطوماطيس الحبه بصح نتوما الا كان عندكم الطوماطيس الحبه ربوها ثلاث حبات ولا وديروها داكور. درت شويه زحتر هذاك التري زحتر، شويه حرور شويه كمون بابريكا هذا مكان، ما كثرتش انا التوابل بزاف، شويه ملح ومعرف سكر هذا مكان، مرقت ونخلي الكفته تاعي طيب. يعني الطاجين معروف ويعني راه ساهل. فوالا نغطي ونخلي الطاجين تاعي يطيب في غرده، درت هنايا نقصت لها البنات شوفوا المغرف كاين دارت لها، شوف جيو لي يدي باش ندير المغرف كيما هكا المغرف تاع اللوح البنات. هنايا نجيب الاغروم تاعي اللي كان ريح شويه، فوالا نقسم حبه على زوج، انا درت زوج خبزات كبار، تبغوا ديروا ثلاثه ديروا ثلاثه كيما تبغوا. نخلي هذاك في الساشي ونخدم الحبه الاولى يعني الخبزه الاولى هكا نرطبها، اللي ترطبوها يعني هذا الخبز ما ينعجنش، كون تعجنوه راه يطلق جلوتين هذاك تاعه ومن بعد يجي معجن، كاين اللي يعجنه كل واحد وكيف، انا ما نعجناش كما شفتوا معايا في الاولى، غير نقطعها 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 مليح 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 مليح، وما تقول غير ندور فيه كيما هكا هذا مكان، خليه يريح وسي بون. هنايا درت الطاجين تاعي يحمى بيان سور، راني نحل في تبغوا تحلوها بالحلال حلوها بالحلاله، راني نحل في الخبزه تاعي كما راكم تشوفوا. الخبز هذا يجي شباب بنات كما قلت لكم، درت فيه غير درت فيه غير زيت الزيتون هذا مكان، لا دهان لا والو، مضاي ندير فيه زبده على فا، اليوم خليته 100% زيت الزيتون. هنايا نديرها يطيب بيان سور، حمي الطاجين نقص النار كنحط الخبزه تاعي، ندير نار متوسطه ونخليه يطيب حتى
اغرم تاعي او الخبز تاعي يطيب لي مليح، والطاجين تاعي بيان سور راهي يطيب. فوالا جيبوا هذه اللوحه اللي عندكم، سينو ديروا بالطورشون. لك عندكم طورشون ديروا بالطورشون البنات، شي لا ما كاش عندكم اللوحه هذه ديروا بالطورشون. فوالا هنايا لاصوص تاعي، لاصوص تاعي ولا لاصوص طوماط كفته الطاجين تاعي راه طاب سي بون. هنا درت شويه قزبر شويه مع عدنوس خليط ولا غير مع عدنوس وحده كما تبغوا. فوالا يعني توجور عيني على الخبز او على الكسره تاعنا الغرم تاعنا. درت هنايا شويه قزبر مع عدنوس كما قلت لكم، حركت وهنايا ندير البيض. هذه المرحله اختياريه، تبغوا ديروا بيض ديروا بيض، تبغوا ما ديروش ما ديروش. كنت باغي نقلي معها شويه بطاطا عاد ما قدنيش الوقت، قلت معليش خليها كيما هكا وصاي. فوالا هنايا خبزه الزوجه طيبتها، هنا راشد كندخل من الخدمه سي بون. فوالا هنايا فوالا البنات سي بون، ها هو الطاجين تاعنا الفطور تاعنا راه طاب. يعني بالخف راه يطيب الفطور البنات 5 5. شوفوا زيت الزيتون، شوفوا الخبز تاعنا الكسره تاعنا راهي طابت. شوفوا شاي محمره الله الله عليها، جايه كاطو بنينه فيها ريحه فيها بنت زيت الزيتون رائع البنات. شوفوا معايا درت هذا الزيتون تاع رشيد، هو يموت على الكسره كيما هكا مع كسره حاميه مع الزيت هكا بنات، روعه روعه روعه. ها هو الطاجين تاعنا، شوفوا معنا البنات جاي شاهي، شاهيتكم في الجنه. هو يجي مع الشليطه البنات، كانت عندي فلفله خطر جاي شاهي ندير مع الفلفله. يا ترى بنينه سي فغي دي جيب جيب الزيتون فرق لي الطاجين، راه عجبه جيب الزيتون هذا القاع راه عجبه لك سمو فوالا حبيبي. كملت معنا راشد، سمحتوا من ليلى عجبها بزاف بزاف زيت الزيتون، والله بلا تصدقوني رائع. ان شاء الله يعني تدخلوا السيت كما قلت لكم في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. فوالا حبيباتي هذا هو الفيديو تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا فوتوا معايا وقت ممتع. طلعوا في روحكم، ما تنسوش بالبارطاج حبيباتي واللايك للفيديو، ونقول لكم سلام في فيديو جديد.